صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مفسرين فسر المسلمين عندما يمرون بهاي الآية الكريمة يقولون لما نزلت هذه الآية الأصنام اللي كانت على ظهر الكعبة، 360 صنم كانت على ظهر الكعبة، هذه الأصنام اللي كانت على ظهر الكعبة أصبحت منكسة بأجمعها عند نزول هذه الآية، هوت على رؤوسها. هسا العبارة تحتمل وجهين، الوجه الأول أنه هوت يعني ماديا يعني وقعت على رؤوسها، وتحتمل معنى آخر تحتمل معنويا يعني هذا ما كان يعبد من دون الله الآية الكريمة نفته. ها؟ يعني مثل ما نقول افرض أن واحد من البلغاء عندما تكلم ضرب الجهل على رأسه مثلا، مو المفروض أن ضرب مادي، لا ضرب معنوي. على العموم المهم أن هذه الآية لما نزلت تضافرت مع الآيات الأخرى على تثبيت حقائق معينة سنمر عليها إن شاء الله خلال البحث. عندنا الشهادة عندنا قسمين، اكو عندنا شهادة لفظية، واحد مثلا يقول انا اشهد بان هذا المعنى هكذا، اشهد ان هذا صار هكذا، هاي شهادة لفظية. واكو لا شهادة مو لفظية وفعلية، شهادة بالفعل. مثل ايش؟ يعني مرة يجيك واحد يقول لك انا ضعيف ساعدني انا فقير، ومرة لا ما يقول لك أنا فقير، وإنما يجي عليه ملابس خلقة بالية مبين عليه الهزال مبين عليه الضعف، هاي شهادة فعلية بأن لا يملك شيء ما عنده شيء، لأن ملابسه مثلا مخرقة، يبدو عليه الجوع مثلا، يبدو عليه الحرمان. في مثل هالحالة الشهادة شهادة فعلية، ما يحتاج يقول أنا بائس. ها؟ وهذا المعنى اللي احنا نرويه في الأبيات، هذا اللي وقف على الإمام وقال لم يبق عندي ما يباع بدرهم يكفيك منظر حالتي عن مخبري. ها؟ يقول ما يحتاج إلا أنا أقول لك بلساني أنا ما تراني عليه، هو شهادة بأني بحاجة. فالشهادة عندنا نوعين، أكو شهادة قولية وشهادة فعلية. الآية عندما تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الشهادة شنو كانت، لفظية لو لا فعلية؟ الظاهر شهادتين يعني القسمين. شلون؟
أما الشهادة اللفظية، القرآن الكريم مملوء بإثبات الوحدانية لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دائما الآيات الكريمة تؤكد لفظيا على وحدانية الله. وشنو الهدف من هذا؟ الهدف من تأكيد القرآن الكريم على الوحدانية أن يرشد العقول إلى هاي الحقيقة المهمة. يعني العقل البشري ليكون يغلط، يروح بالخطأ فيتصور وجود آلهة غير الله. وفعلا احنا نعرف العقول الإنسانية، قد يقول لي واحد يعني العقول هكذا، فعلا تصل العقول، سيمر علينا خلال البحث، العقل الإنساني عقل منحدر. يعني دي تلاحظ أن العقل الإنساني أحيانا يعبد شركاء لله عز وجل، ويا ليت شركاء مثلا يعبدهم بمستوى، لا يعني قد يعبد لشريك، جعل شريك لله هو ليس بشيء، سيأتينا خلال البحث. فأراد الله عز وجل إرشاد العقول، يعني يقول للعقل لا تنزل عن مستواك، أنت بك من أجلك خلق الله كل شيء، العقل به يثاب وبه يعاقب، العقل ملاك الأشياء. إذا العقل ينزل يشف إلى هالمستوى، مستوى الشرك، ما صار عقل، نبه لي. فالآية تريد إرشاد العقول حتى لا تنزل عن مستواها، من ناحية. من ناحية الشهادة هنا بالآية، بهالآية بالذات، شنو المقصود بها؟ لفظية لو فعلية؟ لا فعلية قطعا. شلون؟ يعني أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء يدل على وحدانيته، خلق كل شيء يدل على أنه واحد. يعني أنت الآن شوية ألقي لك نظرة على الأنظمة اللي موجودة عندنا بالدنيا، تصور أي نظام تتعدد بمراكز القرار، إذا تعددت مراكز القرار تخربط النظام تماما، لأن يصير أكو تمانع، واحد يأمر واحد ينهى، واحد يريد السرعة واحد لا يريد البطء، واحد يريد الحالة الفلانية واحد يعاكسه بالحالة، فحتما يحصل تمانع، يحصل تمانع وتضاد. لكن احنا لما نلقي نظرة على الكون نلقى الشمس تطلع من 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 مشرقها وتغرب في مغربها، نبه لي. نلقى الزرع يجي في مواسمه، نلقى الفصول تأتي في مواسمها، نلقى الإنسان يخرج وفق نواميس طبيعية ويعيش وفق نواميس، يعني كل شيء خاضع لنظام، وهذا النظام يدل على أن المصرف بالكون واحد، لأن لو كان أكثر من واحد كان تمزقت، كان تعددت الإرادات وتمزق المجتمع. فالشهادة لله عز وجل بالوحدانية في كل ما خلق الله ينمها، وفي كل شيء، يقول أبو العتاهية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ما في شك أن الوحدانية فيها شهادة عملية من كل ما خلق الله عز وجل. طيب، الله شهد لنفسه لإرشاد العقول، شهد الله أنه لا إله إلا هو. بعد الملائكة، لأن الملائكة في واقع الأمر ما عندهم ما يمنعهم من الشهادة، الغرائز ما عندهم، الملائكة ما عندهم غرائز، حتى الغرائز تلخبط شهادتهم. شلون؟ شوية التفت لي زين، احنا شنو اللي يغير الشهادة عندنا؟ اللي يغير الشهادة عندنا الغرائز. شلون يعني؟ واحد يغير شهادته من اجل عصبية، نبه، شهادة يعرف الحق لكن ما يشهد بالحق، شنو الدافعة؟ دافعته من وراء ذلك عصبية، العصبية وليدة غريزة، عند غريزة من الغرائز دفعته الى العصبية. وكثير اكو من الشهادات غيرتها العصبية، حولتها من جهة الى جهة. واحد مثلا شنو اللي يأثر على شهادته؟ واحد يأثر على شهادته الأموال، أي عامل من العوامل الطمع، إما فعلا يأخذ أموال أو يطمع بشيء.
ومن أجل الأموال غير، يعني يقلب الحق باطل والباطل حق. هذا أيضا من المؤثرات على الشهادة. من المؤثرات على الشهادة أحيانا شنو؟ الأنانية. أحيانا واحد عند أنانية ما يريد يخضع إلى الحق، هو ينظر إلى الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو متأكد أن هذا حق لكن يجحد به. أنانية، أنانية. أرجوك يعني هذا يشوف المعاجز مال الرسول، ويشوف أفعال، ويشوف النصر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه، يجي يوقف يقول له إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. نبه، يتأمل هذا اللون تلقاه كل ذني المؤثرات اللي يأثرا على الشهادة ذني ما موجودات. وين؟ عند الملائكة، لأن الملائكة ما عندهم غرائز، وهي الانحرافات كلها تجي من الغرائز. ولذلك يقولون أن الإنسان إذا غلب عقله على غريزته هو أفضل من الملك. الإنسان إذا عقله يغلب غريزته أفضل من الملك، لأن الملك ما عنده غريزة حتى نختبره نقول ياهو اللي غلب عقله لو غريزته. وأما إذا غلبت غريزته على عقله فهو أشر من الحيوان، لأن الحيوان ما عنده عقل، حيوان عنده غريزة، فإذا انحرف قول هذا حيوان. لكن الإنسان عنده عقل، والمفروض أن العاقل يقف أمام الغرائز، المفروض أن العاقل ينبري إلى الغرائز فيدربها. يعني أرجوك الصيام ترى تجربة من هالنوع. الصيام اللي أطلع علينا الشهر المبارك الكريم، الصيام في الواقع ترى محاولة إلى تدريب الغرائز، ومحاولة إلى التحكم بالغرائز، أن العقل يقدر يتحكم بالغريزة ويدربها، ينبري لها فيدربها تدريبا صحيحا. تلقى يتحكم بغريزة الجنس، يتحكم بغريزة البطن، يتحكم بغريزة الأنانية، كلهن ذني يتحكم بهن. إذا شتمك أحد فقل إني صائم. لا لا، أنانيتك لا تطفح بيك وتقابل بالمثل، لا لا، قل له أنا صائم، أنا أكبر من أنا شتمك. الطعام أنت أكبر من عنده، هذا الرغيف اللي يخلي الإنسان أحيانا يمرغل كرامته بالأرض، يقول له لا أنت أكبر من الغريب، لا أنت أكبر من الرغيف، لا تنزل إلى هالمستوى، أنت بدليل أنك تقدر تمنع نفسك من الأكل. بعد الجنس، هاي الغريزة اللي تخلي الإنسان يعصي الله عز وجل، اللي تخلي الإنسان يتلوث، يلوث أسرته ويلوث عائلته، يقول له الصيام لا أنت مو غريزة، أنت أكبر من الغريزة، الغريزة وضعت لهدف معين. فيجي شهر رمضان ينبري لتدريب الغرائز. شلون؟ ليش؟ لأن يبعث الإرادة، وإذا بعث الإرادة الإرادة تأخذ أثرها، تعمل عملها. فإذا في واقع الأمر التحكم بغريزة الإنسان وليد وين؟ وليد قوة الإرادة. فالملائكة في واقع الأمر يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، لأن ما عندهم غرائز تمنعهم من الشهادة. أي اثنين، وأولو العلم. أولو العلم شلون؟ أولا ألفت نظرك أن العلم في الواقع ما مجد الله عز وجل شيئا كما مجد العقل والعلم. العلم هو اللي يقدر يغير الدنيا كلها في الواقع. في الواقع الدنيا بدون علم تصبح صحراء. العلم هو الروح، هو الحياة. يعني إذا تلقى لك واحد يمشي على الأرض بدون علم مجرد حركة، هاي مو أكثر. أما إذا معه علم، الواقع العالم شيء يختلف، روح الكون هو العلم. ولذلك عندنا الرواية تقول لين يتكئ العالم على وشادته ساعة وينظر في علمه فذلك خير من عبادة العابد 60 عاما. نبه لي، كأنه أكو عندنا لون من العبادة، عبادة تصير تقليدية غير واعية،
لما تحاول تحليلها تلقى ما بيها روح. صحيح هذا ممتثل وجيجي يعبد، لكن عبادته مو جاية عن علم، جاية عن وعي. خلي أقرب لك بعد أكثر. يعني مرة أنت تصلي الآن بين مسلمين، المسلمين ما يعترضون عليك، يقولوا لك شنو فلسفة الصلاة، شوفك تصلي يعرفون أن القرآن الكريم فرض الصلاة وأنت امتثلت لله عز وجل، لأن الله قال أقيموا الصلاة. لكن لو فرضنا واحد يصلي في وسط ملحد بين شرائح ملحدة وشرائح علماء، يعني مصور بأوروبا أفرض أو بأمريكا مثلا أو بالبلدان اللي فيها شرائح علمية ضخمة وفي نفس الوقت ملحدة، وإذا قعدت أنت تصلي وتبرهن لهم على ضرورة الصلاة وتطوعهم للإذعان بأهمية الصلاة، قطعا في مثل هذه الحالة هي عبادة واعية، والعبادة الواعية أثرها يتضاعف أضعاف مضاعفة غير العبادة التقليدية. العالم يعني أضرب لك مثل، يعني أنا لما أسمع أينشتاين يقول إن بصيرتنا العلمية مفتقرة إلى بصيرتنا الدينية، نبه لي أن بصيرتنا الدينية هي أساس بصيرتنا العلمية، يعني بتعبير آخر أن ديننا قائم على أسس علمية. هذه كلمة الله ضخمة، ليش؟ لأن من أينشتاين، نبه هذه منين؟ هذه من أينشتاين، مو شخص عادي. لما أينشتاين يقول هذه القولة تشعر بأهمية الدين، يعتبر هذا نصر للدين. ولذلك هذا اللي طبع الكتاب يعلق عليها، يقول في هذا نصر ضخم للدين، لأن كلمة صدرت من إنسان يبطل كلمة وزنها، يعقل ما يقول. إذن أولو العلم شلون ذولا عرفوا أن الله عز وجل واحد؟ طبعا عرفوا أن الله واحد عندما درسوا سنن الكون، درسوا قوانين الكون. يعني أرجوك إحنا لما نرجع بشيء من التحليل، نقول قبل 1400 سنة من كان يتصور أن اللي يدور، نعم اللي يدور هو الأرض تدور حول الشمس مو الشمس؟ نعم كان العقيدة السائدة حتى على المستويات اللي عندهم يسموها مستويات علمية أن الأرض ثابتة والشمس متحركة، الكواكب تدور من حولها. يعني حتى إلى عهد قريب اكتشفوا أن الأرض، أن الشمس وأن الأرض اختلف وضعهن عما كان المعتقد، اللي كان المعتقد بأن الشمس تدور حول الأرض انعكس تماما أن الأرض تدور حول الشمس، واللي كان المعتقد بأن الشمس ثابتة اجى العلم برهن على أنها تمشي 72,000 ميل افرض في الساعة باتجاه النشر الواقع بشكل حلزوني. هاي الحقائق العلمية ما اكتشفها العلم الا مؤخرا. يجي القرآن قبل 1400 سنة فيقول للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تأمل هاللون من الحقائق العلمية يطرحها قبل 1400 سنة، ويجي العالم يتنبه إلى هذه الحقيقة المذهلة فيدعن. يجي عالم مثلا يسمع ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رفع السماء بغير عمد ترونها، هذول كانوا يصورون أن الكواكب مستندة على قواعد، ما يصير، لأنه هذا شيء يقيسها، يقيسها بالأشياء اللي عنده. يقول أنا مثلا أشوف الآن حائط جدار، إذا ما تحط حجارة على حجارة وشيء مستند على قاعدة ما يرتفع الجدار. شنو اللي خلى هذا الكوكب يرتفع؟ معناه أن هذا مرتفع مستند على قاعدة، لما مستند على قاعدة في معنى ذلك أن هذه القاعدة موجودة. يجي القرآن الكريم يقول لا رفع السماء بغير عمد ترونها، هو مرفوع هاي الكواكب، هو الله عز وجل، الله يمسك السماوات، هو الذي يمسكها، بس شنو كيف؟
شنو هي بيش؟ بنظام الجاذبية. وإن كان العلم ترى إلى الآن ما قدر يتوصل إلى سر الجاذبية، أن الجاذبية شنو هي؟ مثل ما سر الضوء ما عرف إلى الآن، سر النفس ما عرف إلى الآن، جملة من الحقائق الآن العلم يقف أمامها مذهول. ليش؟ أكو نقطة شوية التفت لها زين. أكو غلط عند البعض، بعض الناس يتصور أنه يقدر يقيس الأمور المعنوية بالمقاييس المادية، وهذا غلط. نبه لي، يعني أكو شيء نقدر نخليه بالمختبر، يخضع للمختبر، أريد أعرف درجة حرارة هذا السائل أحط تحت نار وأجيب لي مثلا ترمومتر أخليه به وأعرف أن هذا مثلا إشقد درجة حرارة الماء. جيد، هذه مقياس مادي لعمل مادي، لكن لما أريد أجيب عمل عقلي، الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت ما أقدر أقيسها بمقياس مادي، لأن هي ليست من جنس المادة حتى تقاس بمقاييس مادية، ما أستطيع أقيسها بمقاييس مادية، وهذا الغلط. ومنين جاي هذا؟ جاي لأن الإنسان بالحياة أسير الجسد. التفت لي شوي زين، الإنسان بالحياة أسير الجسد، يعني الروح الآن وحتى العقل مرتبطة بها الجسد. ما طول مرتبط بها الجسد أكو بعض أشياء ما يقدر يوصل إليها. شو وقت يوصل إليها؟ إذا تحررت الروح من الجسد. إذا تحررت، التفت للحديث الشريف، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. نتنبه لي، هذا ما طول أشير الجسد ما يقدر يوصل إلى شيء. إذا تحررت روحه خلص انتبه، انفتح على آفاق أخرى، خلص من المؤثرات اللي كان يعكسها الجسد على الروح، راحت هاي المؤثرات. في الحقيقة العلماء إلى الآن مذهولين ومدهوشين أن بعض الحقائق كلما يحاول العلم يوصل إلى أسرارها يقف حائر. الخلية الحية، هو إذا يقدر يخلق خلية حية تنخلي المشكلة كلها. تتنبه لي، هذا اللي واقفين أمامه الآن، كلما يحاولون جمعوا المواد العناصر الأساسية اللي تتكون منها الخلية الحية، جمعوها شافوها تتفاعل مؤقتا وتموت، خلص ما أكو، ما تبقى بها حياة، لأن إذا قدروا يخلقون خلية حية ذاك الوقت يتغير وجه الكون كله تماما. يعني مو الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، إذا صادروا يخلقون خلية حية يعني معنى ذلك أنه شارك الله عز وجل في بعض مقدوراته أو في بعض قدراته. المهم أن أولو العلم ببراهينهم بأدلتهم بما يملكون من طاقات علمية، ذولا يشهدون لله بالوحدانية. ليش أولو العلم؟ ها، بس أنت هذا اللي تلقاه يجحد وجود الله عز وجل، لا تعتقد أكو عالم عند علم ويمكن أن يجحد وجود الله. نبه لي شوي زين، ترى أكو ناس حتى العالم اللي بعد ما واصل إلى الإيمان الإذعان بوجود الله ما يقول ماكو الله عز وجل، لا ما يقدر يقول هذا، يقول ما ثبت عندي. فرق، شوف لغة العالم عن لغة الجاهل. الجاهل يجيك لا يجي رأسا ينفي، يقول ماكو شيء من هذا، هذا ينم عن جهله، ينم على أن ما يملك شيء من الطاقة الفكرية، وإلا الإنسان اللي عنده فكر وعنده عقل لا ما يقدر يقول ماكو، يقول إلى الآن أنا ما ثبت عندي، أنا بالطريق إلى التعرف على هالحقيقة، يمكن أن يقودني العلم إلى التعرف عليها. فإذا هالثلاثة، شهد الله أنه لا إله إلا هو أولا، شهادة الله عز وجل بما خلق فعلية، بعد والملائكة باعتبارهم ما عندهم ما يمنع من الشهادة، وأولو العلم باعتبار أن العلم طاقة تهديهم إلى وحدانية الله عز وجل. العلم ما في شك، تصور أكو كلمة والله للإمام الصادق سلام الله عليه،
يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا ويتعلموا. يقول لازم الإنسان يشاق شوق إلى العلم، لأن الإنسان بدون علم يتحول إلى كتلة من اللحم والدم وأكثر. يعني بعض الكائنات الحيوانية قد تملك أكثر من دم ولحم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. انتقلت الآية الكريمة، قالت قائما بالقسط. القسط شنو هو؟ القسط العدل، نبه، القسط هو عبارة عن العدل. زين، قائما بالقسط يعني قائما بالعدل، بتعبير آخر كل ما خلقه الله عز وجل وكل ما شرعه الله قائم على العدل. لكن منين يجي الغلط؟ يجي الغلط أحيانا من التطبيق، يجي الغلط أحيانا من التطبيق، ويجي الغلط أحيانا من الفهم. شلون يعني؟ أولا دخلنا نعرف العدل، شنو هو العدل؟ العدل طبعا أكو بعضهم يتصور أن العدل هو عبارة عن التشوية بين الشيئين، أن تشاوي بين، معنى العدل أن تشاوي هذا وذاك. لا، تشوية ما تحقق العدل أحيانا. أرجوك، أنا الآن أعامل مجرم وأعامل إنسان مستقيم، شو بالمعاملة؟ غلط، ما يحقق العدل هذا. المجرم إلى معاملة خاصة، والمستقيم إلى معاملة خاصة. إذا أريد أحقق العدل، هذا أعطي حقه وهذا أعطي حقه. لا المجرم أشاوي بالمستقيم، ولا المستقيم أشاوي بالمجرم. وإن كان مع شديد الأسف يعني إحنا في مقاييسنا بالدنيا ترى عندنا هذا المعنى موجود، يعني إحنا الآن في مقاييسنا بالدنيا هكذا. شقد تقول لي واحد شلون؟ شو أقول لك شلون؟ تتصور هذا اللي يسوي له بركة من الخمر يغط بيها ويشرب، ما يكفي أن يشرب لبأنا بركة من الخمر، ها؟ وهو الوليد اللي يأخذ القرآن يحطه يشبحه ويضربه بالسهام ويقول لا توعدني بجبار عنيد، أجل أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا إحنا نسميه خليفة مثلا، وعمر بن عبد العزيز خليفة، وعلي بن أبي طالب خليفة. أرجوك شلون يعني هذا؟ شلون يعني المقاييس شنو هي؟ هذا خليفة لله وهذا خليفة لله وهذا خليفة لله، وين راحت المقاييس؟ يعني المفروض أن نطل كل ذي حق حقه. أكو عندنا موازين، الله تعبدنا بالعاقل، تعبدنا بطاقات، ما يصير نشاوي هنا المساواة. أكو عندنا كثير من الأمور من هالنوع. إذا تجي إلى حياتنا اليومية تشوف حياتنا بيها أخطاء بالتطبيق لا حدود لها، بينما القرآن الكريم يريد يلفت نظرنا بأن الله عز وجل وضع كل شيء على العدل. إذن التشوية بين الشيئين مو دائما تحقق العدل، هاي وحدة. إذن العدل شنو هو؟ العدل وضع الشيء بموضعه، العدل وضع الشيء بموضعه، كل شيء نحط بموضعه هو هذا معنى العدل. ولذلك شوف الله عز وجل فيما شرع وفيما فعل وضع كل شيء بموضعه. مثل واحد أضرب لك بسيط، ارجع إلى آراء العلماء الآن في بعد الكرة الأرضية عن الشمس، أن الشمس الآن بيننا وبينها 8 دقائق ضوئية، مو الشكل، لما تطلع أشعة الشمس توصل لنا بعد 8 دقائق. طيب نعرف أن النور يمشي مثلا أفرض بالثانية 300 أو كذا ميل، أفرض جن هذه 160,000 مثلا أو 300,000 على العموم. هل كمية إذا ردنا نضربها في 8 نعرف البعد، نطلع البعد بيننا وبين الشمس. لو أراد الله عز وجل أن يغير هالمعادلة، يعني بدل ما تكون المسافة بين الأرض والشمس هذه نص تصير، شو راح يصير؟ تنقلب الموازين كلها رأسا على عقيد. شلون يعني؟ أولا إذا صارت المسافة نص
يحترق الأكسجين الموجود على سطح الكرة الأرضية، الحرارة تصل إلى درجة يتعذر معها الحياة والنبات، المقاييس كلها تتلخبط رأسا على عقب. اعكسها، ضاعفها للمسافة، يعني اجعل المسافة بين الشمس والأرض ضعف الموجود، تتحول الأرض إلى كتلة من الجليد يتعذر الحياة على سطح الكرة الأرض، تتحول إلى ثلج ما يمكن لا عليها حياة ولا نبات. إذن كل شيء مخلوق بقدر، مو إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء وضعه الله عز وجل وفق معادلة معينة قائمة على العدل. جن أنت تعال إلى النبات، لاحظ أن النبات لولا وجود المعادلة الكيميائية ما ممكن تقدر تأخذ نبات إلى صنف. يعني مثلا الآن أنت عندما تتناول حبة التفاح، لأن حبة التفاح خاضعة إلى معادلة بالتراب، تأخذ هالقد مثلا من الفوسفات، تأخذ هالقد أفرض من الجير، تأخذ هالقد من كذا من المعدن الفلاني، هالمعادلة تتركب تصير تفاحة. إذا لا والله اختلفت المعادلة يمكن التفاحة تتحول إلى شيء آخر، ما تصير تفاحة. إذن مو القرآن الكريم يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موجود خاضع لوزن دقيق، معادلة دقيقة. فإذا هذه المعادلة خاضعة للعدل، الله عز وجل خلق كل شيء بعدل، وضع الشيء بموضعه. اتأمل في باقي الأشياء، كل شيء خاضع إلى 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 عدل فيما برأ الله عز وجل وفيما شرع. فيما برأ، اتفضل هاي الكائنات اللي موجودة سواء بالأرض أو بالسماء أو بالنبات أو بالحيوان، كل شيء موضوع بعدل وبتقويم دقيق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نبه لي. ما تقدر أنت إذا تقعد تتصور الآن صورة أجمل مما عليه، ما أقول ليش في الإمكان أبدع مما كان. يعني هالإمكان اللي موجود عند الإنسان الله ملأه، شاحة الإمكان ما خلى بها فراغ أبدا، ملأها وأبدعها. طيب فهاي الناحية بالنسبة إلى الكائنات. بالنسبة للتشريعات شلون؟ نفس الشيء، الله عز وجل بالنسبة للتشريعات سواء كانت تشريعات تكوينية، أحيانا يعني واحد طويل، واحد قصير، واحد أسمر، واحد أبيض، واحد قوي المزاج، واحد ضعيف المزاج. أنا إذا ما أهتدي للحكمة، مو معناه ماكو حكمة، لا أكو حكمة، لكن إلى الآن ذهني ما وصل إليها، لأن الله برهل لي على أنه حكيم، والحكيم ما يصنع العبث. فإذا خلى فلان مثلا قميء قصير وخلى الجينة مثلا تتحكم بها، الجينة الوراثية الطاهة، قبل هي أرجوك إذا أريد أن نأخذها للجينة ونحطها تحت أكبر ميكروسكوب بالدنيا، إيش كبرها هي الجينة؟ تأمل لي جينة، يعني تفترض افتراض، يعني قد ما تشوف، قد ما ترى بأعظم المجاهر. هاي تنقل لك الخواص الوراثية من قبل ملايين السنين، هي هاي بها قابلية؟ يو أراد الله أن يظهر إبداعه، يراوينا إبداعه. فهذا يصير قصير، وهذا يصير طويل، وهذا يصير جميل الوجه، وهذا يصير متوسط، وهذا وهذا. كل شيء خاضع لحكمة، نبه لي، خاضع لعدل. شنو الهدف من ورائه؟ قد أنا أحيانا أعجز ما أعرف للهدف، لكن أؤمن بأن المشرع حكيم، أؤمن بأن الخالق حكيم. كذلك إذا أرد أشوف لواحد، أفرض الله عز وجل مطي كمية من الرزق معقولة محدودة، واحد لا مشع عليه، فهنا عاد يجيك تجيك اللخبطة. يجي واحد تعال هذا هو العدل، هذا هو هذا العدل، يعني أنا أدور لي رغيف ما ألقى، وفلان متحير وين يدب الفلوس. أنت لا تخلط بين فعل الله وبين فعل العباد، مو أكو هذا. ليش أقول لك أحيانا يجي من سوء الفهم، مو أكو بعض الناس يجي يتصور أن هاللون من التفاوت هذا من فعل الله. لا، مو من فعل الله، من فعل قانون فاسد، من فعل تصرفات غير صحيحة ما لها ربط. الله عز وجل الأمور الأساسية كفلها، كفل للإنسان في التشريع الكفاية، كفل الطعام،
والسكن والزوجة التي يأوي إليها وحاجاته الأساسية مكفولة. تفضل، هاي كتب فقه المسلمين على كل أصنافهم بين يديك، كتب الفقه. ما يمكن الله عز وجل يسمح بأن يكون إنسان في عوز وفي حاجة. أما العباد حرامية يصفوا بعضهم على بعض، شنو مو مذنب الله عز وجل؟ أنت لما تشوف وصفة غير وصفة الله لا تحمل تبعتها للسماء، لا لا أبدا. إذن أكو لا والله حالات معينة يعني فوق المستوى، مستوى الكفاية. أكو واحد إذا طوف فوق مستوى الكفاية ما تصلحه، تفسده. إن من عبادي من يصلحه الفقر. أكو بعضهم أولا مستوى الكفاية هذا مفروغ منه، مستوى الكفاية هذا ما يمكن التلاعب به، لابد من عنده. معدة تشبع، جسد يلبس ثوب، حاجات غرائزية تشبع. فوق هذا أكو ناس إذا صار شوية عنده فوق من هذا تلخبط رأسا على عقب، راح بعد ما تلحق عليه انحدر. هذا موجود قدام عيوننا. نعرف بعض الناس بمجرد أن يصير تحت إيده شيء خلاص بعد ما تلحق عليه راح. وأكل بعض لا والله بالعكس، كلما ازداد نعمة يزداد رجانا، يزداد نعم لياقة وحسن بالسلوك. في الحقيقة الله عز وجل عندما وضع الأرزاق وضعها بدقة، أما نحن نتلاعب بها، قصدي لنخلط بين فعل الله وبين فعل الناس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل وضع أسس، هاي الأسس قائمة على العدل، أن إحنا نخلط شيء آخر ذاك، إحنا نلعب نعبث شيء آخر. يعني تأمل قد تمر على بعض المفارقات الموجودة بالحياة تشوف أن هاي المفارقات عجيبة. يعني تلقى أكو في عشر من العصور فد واحد عنده 600 جمل إذا طلع للسفر تحمل ملابسه وياه. تتنبه لي شوي زين، 600 جمل تحمل، لأن كان يلبس الثوب ساعة ويرميه ويلبس غيره. فشوف هاي كتب التاريخ عن هشام ابن عبد الملك. في حين تلقى بعض المصلين بالمسجد ما عنده أزار يشتر عورته، إذا انحنى تبدو عورته. هذا ما تقدر تسمي من فعل الله عز وجل، حاشا لله. الله عز وجل ما يسمح بها المفارقة. يجي إحنا البشر نسمح بهذه المفارقة، إحنا هذا انحرمه لأن مو يعني، هذا انحرمه لأن ما ينتمي إنا، هذا نعطي لأن ينتمي. يعني ما جاي التوزيع على مقاييس خلقية أو على مقاييس علمية. مقاييس البشر دائما مقاييس عبث، مقاييس البشر دائما مقاييس يعني غالبا يتدشش إلها العبث والانحراف. على العكس، الله عز وجل ما صنع شيئا إلا وأقامه على العدل، كل شيء أقامه على العدل، هو العادل. ليش؟ لأنه إذا صار البناء ما يقيم شيء على العدل ويطلب من عندنا أن نقيم العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. زين، إذا كان هو ما يطبق العدل يمكن أن يطلب من عندنا العدل؟ نقول له لا، أنت ما تطبق العدل، ليش تطلب من عندنا العدل؟ حاشا لله، حاشا لرب العدل أن يكلف ويأمر بالعدل بينما تشريعاته وأوامره مو قائمة على العدل، لا، كلها قائمة على العدل. بس الإنسان كون يذعن بحكمة الخالق. وتتصور أنت لما ألقي إبراهيم عليه السلام بين السماء والأرض، قذف بالمنجنيق وسقط بالهواء، هو واقع، اعترضه جبرائيل بين الأرض والسماء. اعترض جبرائيل قال له هل لك من حاجة؟ أكو عندك حاجة تريد شيء أنا أذكره إليك أو أحمل عنك؟ قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، هو يدري أنا وين رايح. قال له ما تشتهي شيء؟
قال لا اشتهي الا ما يشتهيه لي ربي. نبه لي. لان هو لا يعمل الا العدل ولا يصنع الا العدل. ولذلك انت تلقى الابرار ذولا يصلون الى منزلة التسليم المطلق. ورحم الله ابا ذر، يقول والله لو وضعني جسرا على جهنم وامر الناس ان يعبروا علي لما تأوهت. هو فعلا ما يدعي الدعاء هذا الرجل، لا، هذا برهن عليها في حياته. نعم، اوذي من اجل عقيدته وتعرض الى الوان من الاذى، ما شكى، ما تألم، صمد امام الاذى وصمد امام جميع التعديات. فالرجل يقول انا لو يطرحني، انا اعرف ان ما يفعل الا العدل، لو يخليني جسر على جهنم ويأمر الناس ان يعبروا علي اذا ما اتأوه ابدا. ها، في هذا منين جاي؟ جاي من شعور العبد بان الله عز وجل عادل لا يفعل الا العدل. طيب، انتقلت الآية، قالت لا اله الا هو العزيز الحكيم. جن قد يسأل سائل يقول هناك قال شهد الله انه لا اله الا هو، وهنا هم قال لا اله، ليش هالتكرير؟ كأنه الاولية لا اله الا هو يعبد. نبه، الاولية الآية اشارت الى الوهية الله، هنا الى معنى العبادة، يعني لا اله يعبد سواه. ليش؟ لان لا اله يعبد، اي اله تتصور سيجينا خلال البحث، اي اله تتصور يعبد من دون الله؟ بعد ذلك يسحق بالارجل، يتنبه، ينسحق بالرجل. والله عز وجل الخالق المبدع هو العالي، هو اللي فوق كل شيء، هو المحيط بكل شيء، هو العزيز. ها، وهاي الذي تدعي من دون الله او تدعى من دون الله، هذه ما تملك من العزة شيء ابدا. نبه، فهناك التوحيد، يعني لا اله الا هو الله عز وجل، هنا توحيد بالعبادة، انه يوحد بالعبادة. ولذلك احنا عندنا لا يكون اكو بالعبادة شراكة تصير. شنو الشراكة؟ نبه، اكو عندنا احيانا واحد يعبد الهين في وقت واحد. شلون يعبد الهين في وقت واحد؟ يجي الى الصلاة، شنو دوافع على الصلاة؟ مو دوافع الى الصلاة مثلا وجه الله، لا، دوافع يصلي حتى يبين قدام الناس انه صالح من اهل الصلاح، يعني ملتزم، نقول عنه متدين ملتزم. هذا الرياء. ها، مو احنا نقول ان المرائي ينادى يوم القيامة باربعة اصوات، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، يا كافر، اذهب وخذ اجرك ممن كنت تعمل له. نعم، انت وين المن كنت تعمل؟ شنو اللي كان دافعك الى الصلاة، دافعك الى العمل، دافعك الى العمل حتى تبدو في نظر الناس بانك صالح؟ هاي الوهية، جاي تعبد لك صنم في داخلك، صنم الشعور هذا بانك ستصبح في نظر الناس مقبول، هاي هفدلون من الالوهية، جاي تشرك. الرياء شرك. ها، الرياء. ولذلك اذا احب الله عز وجل عبدا طهر عمله من الرياء. هاي، فلهذا احنا نقول النية اذا شابها شيء فسد العمل. النية روح العمل، اذا شابها شيء فسد العمل. ولهذا عندنا النية تتحكم بكل شيء. العقود الآن، أي عقد من العقود إذا ما عندك نية بإرادة فاسد باطل. العقود بالقصود، المفروض أن اللفظ وحده إذا أنت هاجل أو عابث ما إلى قيمة. ولذلك هاي القاعدة نعرض عليها كل عقد من العقود، إذا شفنا عقد بهجل ننفيه، ما نعتبره مقبول أبدا. أكو عندنا أحيانا، ولذلك أنا أستغرب، أستغرب يعني مو بس العقود، الإيقاعات أيضا أستغرب. بعض الآراء عند بعض المذاهب يقول أن السكران طلاق يصح، أن سكران يجي ويطلق زوجته يصح طلاق، ما مقبول هذا، ما مقبول. ليش؟ هذا ما عنده وعي، هذا العقل هو اللي يتحكم، الإرادة هي اللي أرجوك. أنا أجي أدمر عائلة بطلاق واحد سكران لا يعقل أي طرفيه أطول؟ هذا ما يعرف هذا.
اذا شويه صحى واشوف بيته مهجوم، لا شلون هالشكل، ما مقبول. احيانا اللفظه اذا مو معبره تعبير كامل عن الفرقه ما نقبلها ابدا، لازم لفظ الطلاق ويا اراده وعزم. مو سهل ارجوك، يعني مو سهل انا اجي الى اسره اهدمها بكلام عابث ما يترتب عليه اثر. الاراده الها دخلها، ها يعني النيه دخيله بالعمل. انا عندي نيه عازم، اذا اكون عازم يعني معناه دارس ان هاي العلاقة شنو، هالعلاقة هل هي علاقة ضروري تبقى يو لا مو ضروري تبقى. الطلاق مو سهل، الطلاق يهتز له العرش. انت لما ترجع الى سجلات المحاكم، لما نرجع الى الجرائم الان الفقه الجنائي، لما نرجع اليه نلقى معظم المجرمين ابناء مطلقات. اي نعم، معظمهم تلقى ابن مطلقة، هذا لانه الطلاق يدمر نفسيته، هذا يدمره تماما، هذا يحتاج الى صحة نفسية مثل ما يحتاج الى صحة جسدية. فهذا مو بهالسهولة اجي لي انا اعرض هالاسرة الى الانهيار. ارجع الى الموضوع، اذا قائم بالقسط، الله عز وجل واضح عند العلماء وعند الملائكة وعند الناس بأن الله عز وجل عادل لا يظلم ربك أحدا أبدا. ثم الآية إجت ختمت المعنى بيش، قالت لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شنو معنى الآية؟ تنبه لي والله لهالنقطة، كأنه أكعدنا كل واحد ينعبد من دون الله هو مو عزيز ولا حكيم إلا الله. يعني ماكو إله عزيز وحكيم إلا الله. شلون؟ بتأمل مثلا الناس شعبدوا، هاي مسيرة البشرية من إجت البشرية إلى الآن، شعبدوا بعضهم عبد الكواكب، عبد الشمس وعبد القمر، يصلي للشمس وللقمر، يعبد الشمس ويعبد القمر. شنو القمر؟ اكو القمر والشمس، شنو عزتها؟ عزيزة؟ ما اصبحت عزيزة، القمر صعدولة صار تحت الاحذية مو الشكل، والشمس ايضا فت كتلة غازية لو ما اكو بها مورد انتفاع ما حد يهتم بها، الناس تهتم بها لانها مورد انتفاع. ثم بعدين راح تذل، بيش تذل؟ تذل بالموت. الشمس راح تذل بالموت، كيف تموت؟ راح مثل ما يعبرون العلماء يقولون تستلم وثيقة اعدامها بعد مدة معينة. شلون وثيقة الاعدام؟ لان الان هاي الاشعة اللي تطلع من الشمس هاي اشعة مو ظهورية، اشعة صدورية. اكو عندنا الاشعة قسمين، شعاع صدوري، شعاع صدوري يفرض مثل خاتم فص مثلا، ما الخاتم شع يطي شعاع، زجاجة ينعكس عليها الضوء اشعتها يسموها ظهورية، واكو اشعة لا صدورية تستهلك يعني تأخذ من الجسم. هاي الكرة الشمسية من النوع اشعتها صدورية، يعني كل متر مربع من الارض ينزل ينفصل الى من الشمس ما وزنه 500 طن في كل ساعة الى ان تنتهي هاي، تتلاشى الشمس، اذا تلاشت انعدمت، واذا الكواكب انتثرت خلق راح تحولت الى رماد، انتهى كل شيء. ضرب الله بعضها ببعض وتحولت الى لا شيء، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه اذن هي مو عزيزة ولا القمر عزيز. جين عبدوا العجل في تاريخهم، والعجل يذبح وهي يؤكل ويقذف، ومعروف وين يقذف، خلاص هذا شنو؟ عند عزة، عند حكمة. عبد الإنسان، مو اكو واحد عبد عزير واحد عبد المشيح، ذول اللي قالوا ابن الله وقالوا هذا ابن الله واعطوه معنى الألوهية، جن وين شنو هو؟ تبعه اليهود وحاولوا قتل، ما كان عزيز، فر اختفى منهم، ابتعد عنهم،
إذا كان الإله يقدر عليه إنسان، إذا إنسان يقدر على إرادة الله هذا مو إله. ولذلك أنا استغرب من الإمام البخاري شلون يقول أن عزرائيل لما نزل لقبض روح نبي الله موسى ضربه وفقش عينه وارجع إلى ربه وهو بعين واحدة، هذا معناه أنه يقوى على أن يعاكس إرادة الله. أرجوك أنا مو ملزم أصحح كل رواية، هاي روايات ما لها قيمة، ما لها وزن عقلية، مكانة الإسلام عندنا أهم من مكانة الأشخاص. من هو المهم أن الله عز وجل هو رب العزة. كل المعبودات شو ترجع للمعبودات؟ الإنسان وين عشته؟ هذا إذا مات الإنسان أين عزته؟ أنت شايفة هاي باللحظات الأخيرة؟ يقولون إذا وضع على المغتسل ناداه ملك، أين لسانك الذلق؟ ما أشكتك؟ وين لسانك هذا اللي كان ذلق؟ الآن شاكت مستولى عليك رهبة الموت. زين؟ أين لسانك الذلق؟ ما أشكتك؟ أين أحباؤك ما أوحشك؟ وين دول اللي كنت تشمر معهم ليالي وتقعد إلى جانبهم؟ ماكو، خلص كل ما عدهم جابوك إلى التراب، أهالوا عليك التراب وكروا عنك راجعين. مو يقول عبد ابن الطبيب، يقول أجازعة ردينا إن أتاها نعي أن يكون لها اصطبار، إذا ما أهل ودي ودعوني وراحوا ولأكف بها غبار، وغدر أعظمي في لحد قبر تراوحه الجنائب والقطار، تمر الريح فوق محط قبري ويرعى حوله اللهق النوار، فذاك الناي للهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. خلاص راح دبوه على التراب. أين لسانك الذليق ما أشكتك؟ أين بدنك القوي ما أضعفك؟ وين بدنك هذا اللي كنت ترمح الأرض به؟ الآن ما خلص مثل الخرقة يغلبك المغشل كيف يحب؟ أين أحباؤك ما أوحشك؟ إذن وين عشت هذا؟ يا عز أرجوك، أي خد للإنسان لا يعفره التراب؟ أي خد لا يعفره التراب؟ أكلتهم الجنادل والثرى، يقول الإمام هاي العيون النجل الخدود الرائعة أكلها التراب إلى أن تحولت إلى تراب. على أي حال، إذن لا أكو عزة لكل ما عبد من غير الله عز، غير الله عز وجل ما إلى عزة بعد ولا حكمة. المعبود الوحيد اللي إلى عزة وإلى حكمة هو الله عز وجل. طيب إذا عرفنا هذا، أكو نقطة هنا شوية بالله أريد ألفت نظرك إلها. يقول اليوم جاني فرد سؤال أو بالأحرى فرد طلب، أنه من الحكمة مثلا أم تفقد وحيدها والظل ثاكلة والظل بلوعة، هاي من الحكمة؟ طبعا التفت لي شوية زين. احنا انا الفت نظرك لنقطة، كل علماء المسلمين يقولون الله عز وجل اذا ابتلى انسان اخذ منا عزيز، اخذ منا ولد او اخذ منا اخو او اخذ منا اب، وحدة من ثلاثة، يو هذا اللي اخذ من عنده يعوض باقل منه. اذا مثلا اخذ منا ولد عزيز وصار يعوض باقل من ابنه، شي يصير؟ يصير ظلم، والله عادل ما يصير. يعني انت يصير لما تاخذ شلعة من واحد ثمنها 100 دينار تعطي دينار بدالها، هذا عادل؟ طبعا لا، مو عادل. اذا عوض باقل من ابنه هذا ظلم، اذا عوض باقل من اخوه هذا ظلم. زين، هالمرة لا نقول ما يعوض باقل، وانما يعوض بالمماثل بما يساوي. اذا عوض بالمماثل صار عبث. ليش؟ وليش ياخذ حتى يعوض بالمماثل؟ ما طول مماثل هذا عبث، ليش بالمماثل؟ خليه اللي عنده خليه عنده. اذا
المتعين شنو؟ المتعين أن الله يعوضه بما هو أفضل. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وآله على بعض صحابته رضوان الله عليه، دخل عليه وجده يبكي عند ولد فقد، وجده يبكي، قال له: أما ترضى أن يكون دليلك في الجنة؟ ما تحب أن يكون هذا قدامك، ها يحبو أمامك هذا ابنك؟ هذول يعبر عن تعب عنهم الرواية دعاميص الجنة. هذا الطفل الصغير أو الصبي إذا راح، مو معنى ذلك أن الله عز وجل ما راح يعوض من فقد هذا العزيز، لا راح يعوضه. وفي نفس الوقت صدقني أن هذا ريحه من هالحياة، من راح في سن مبكرة صدقني أن ارتاح. ليش ارتاح؟ لأنه أرجوك هذه الحياة اللي تشوف قدام عينك، أي يوم يمر يجدك حمل من الآلام، أي يوم يمر يجدك حمل من الهموم، ورحم الله أبا العلاء تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد بعد. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. لحظة يقول من لحظات الحزن عندما يفقد له واحد عزيز، يقول هاي أضعاف السرور اللي لما يطلع من بطن أمه يهلهلولا ويستقبلوه بأفراح. هاللحظة لحظة الحزن، هاي أضعاف ذلك السرور فقد العزيز. وخصوص الولد، إيش رأيك في من يفقد أربعة من الأولاد؟ دفعة واحدة أربعة يفقدهم وينظر إلى مصارعهم، وهي إحدى مآسي الطف مرت على هذه الهيئة. ويقولون المؤرخين كانت أم البنين تخرج، وين تطلع؟ يقولون تطلع من دار بنيها، أولا بالبيت تخطلها أربعة من المحاريب، تسوي أربع محاريب للصلاة، تقول أولادي كانوا أربعة إذا جن الليل يعمرون البيت بصلاتهم، تقعد تبكي وترش الثرى بدموع عينيها. وبعدين إلها طلعات، وين تطلع؟ تطلع إلى بقيع الغرقد، تقعد على الثرى تندب بنيها بأشجى ندبة. من جملة من كان يطلع يستمع ندبتها مروان بن الحكم ويبكي، جملة كانوا يطلعون يستمعون ندبتها ويبكون، وهي تقول: لا تدعويني ويك أم البنين، تذكريني بليوت العرين، كانت بنون ليدعى بهم، اليوم أصبحت ولا من بنين. أربعة مثل نشور الربا، قد عالجوا الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. أنا أم البنين اللي جنت بيهم يسموني، ما عندي ولا واحد بعد باسمه يندهوني. يا ابو فاضل دمعي من اشيل ابنك على صدري، ينشدني يا بي وين بعد طفل ما يدري. ها
واصبر بيه والصبر وانحب له خلص صبري. تطلعها من بعد ما تفرغ وين تجي الى داري زينب، تطرق عليها الباب تستقبلها، بمجرد ان يقع بصرها عليها تصيح واخا وعباشا، وهذه تجيبها وولدا وحسينا، بعد هيهات دار بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جفوف بفضل احبتنا من لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.